السلام عليكم. اليوم راح نقدم لكم وجبة الفلافل. تشوفون هنا عجينة الفلافل جاهزة، جهزتها قبل يوم، نقعت الحمص الناشف قبل يوم لحد ما تترف الحبة، وفرمته بالفود بروسيسر اللي راح أراويكم إياه بعد شوية. وطبعا هاي الكمية تساوي باوند واحد أضفت وقبل يوم، بس عادي إذا ما ضفتوا هالشي قبل يوم. ضفت رشة بيكن باودر، والمجموع الكلي للبيض اللي ضفته 3 حبات. فراح تشوفون بعد شوي راح أضيف أيضا شوية من بعض البهارات. طبعا حبيت أذكر معلومة إنه إذا كانت العجينة ناشفة الفلافل بعد القليل حيكون يابس، وإذا كانت ترفة أكثر من اللازم ممكن تتفتت بالقليل. وأيضا هنا تشوفون إنه قطعت كمية من البصل، تشوفون إنه استخدمت بصل أخضر بس الورق، لأنه راح يعطينا الطعم والريحة نفس الأطراف الباقية، الأطراف البيض اللي موجودة أو الرأس الأبيض عفوا. فهذا راح أحفظ استخدم غير الأكل مثلا، بس الأخضر راح أضيفه ويا الفلافل حتى ينطي اللون والطعم أيضا. يعني الكمية اللي ممكن تستخدمونها يعني حسب الرغبة، بس ممكن أو الأحسن إنه يبرز لون الخضار، يعني اللون الخضار يطلع بعجينة الفلافل. وطبعا حسب رغبتكم شلون تكتفون بكمية اللون وريحة البصل بالعجينة. هذا الفود بروسيسر اللي فرمت بيه الحمص والبصل، كل ما يكون البصل قطع صغار يسهل الفرم. هذا لون العجينة. إذا ضفت رشة فلفل وكمون وزنجبيل مطحون وخلطتهم مع بعض، ملح حسب الرغبة. كورت الفلافل بهذا الشكل، وطبعا القلي على نار شوي أعلى من الوسط، والدهن المفروض يغطي الفلافل من كل الجوانب حتى يستوى مرة واحدة. وهذا شكل الفلافل مقرمشة من الخارج وترفة من الداخل. وأيضا سويت سلطة لهانة، لهانة مشكلة، لهانة بيضة وبنفسجية وقليل من الجزر المبروش. طبعا ضفت زعتر حسب الرغبة، ملح، عصير ليمون، فلفل أسود، وبالتأكيد زيت زيتون حتى يترف اللهانة. طبعا الإضافات حسب الرغبة، الحموضة أيضا حسب الرغبة، ونمزجهم مع بعض. هذا نوع الخبز اللي لفيت به الفلافل، خليت القليل من العنبة العراقية وضفت بداخل العنبة قليل من الطماطم بصل فرش، خليت الفلافل داخل اللفة، بطاطس، بصل أخضر، قليل من سلطة اللهانة. لفيت اللفة بهذا الشكل وخليتها بالكابسة الكهربائية حتى تتقرمش. وياريت لايك وشير إذا عجبكم الفيديو، وسهمكم العافية، وأيضا ياريت سبسكرايب للقناة. شكراً.